السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع اليوم عن سلاح الانفور. سلاح الانفور غالبا معروف بقوته سواء في ببجي او كول اوف ديوتي وفي اغلب الالعاب بشكل عام، وفي هذا المقطع راح نتكلم عن افضل واقوى الاضافات اللي تضيفها على هذا السلاح. خلونا نبتدي، لا تنسى اللايك وبسم الله. قبل أن نتكلم عن إضافات السلاح لازم أني أتكلم على نقطة معينة. اللي متعود أنه يستخدم السكوب، أول نصيحة لي أنك تحاول تجرب الADS. الADS اللي هو الستوك بدون ما تحط أي سكوب، وغالبا في كول اوف ديوتي عندك 5 إضافات فقط تقدر تضيفها على السلاح. فلذلك أنت يوم تحط سكوب وجالس تلعب في مسافات قريبة مثلا، أو أغلب كلاتك أو أغلب مواجهاتك في مسافات قريبة ما تحتاج السكوب، هذيك الحاجة يعني ما تلعب الوارزون تلعب المالتي بلاير، فدائما اسأل نفسك هل أنا مجبور استخدم السكوب وهل المسافات اللي أقتل فيها بعيدة جدا وما يمديني أشوف بالADS، لأنك أنت جالس تغامر أو تضحي بواحدة من 5 إضافات ممكن تقوي لك السلاح وتخليك أفضل من اللي ضدك. كثير من الناس يقولون أن السلاح القراو هو أفضل الأسلحة في الوارزون، ولكن صدقني مع إضافات الأنفورة هذه إذا أنك فاتحها كلها وجربته بدون السكوب راح تغير رأيك، لأن السلاح هذا معروف دائما بقوته الأنفور مثل ما قلنا في كثير من الألعاب، ودائما تحسه أوفر باور، لكن السلاح هذا جبار صراحة يستحق كل القوة اللي حاطينها فيه. المهم ما راح نطول عليكم المقدمة، خلنا نبتدي بأول إضافة في السلاح. أول شيء في البركات عندنا الـ EOD، طبعا معروفة فايدته ضد الروكت لانشر. والشيء الثاني يعتمد على حسب لعبك، إذا كنت تحط سلاح ثاني مع الانفور تحط الأوفر كيل أو تستخدم الجوست. أما بالنسبة للبرك الثالث أنصحكم أكيد بأمد اللي هو تبديل السريع بين الأسلحة، وغالبا أكثر الشعب يستخدمه في البيرك الثالث بدون أي منازع. أما بالنسبة للقنابل طبعا دائما يعتمد على حسب الجيم اللي أنت لعبه. طبعا أول إضافة بدون أي منازع اللي هي المونولوثيك سبرسر، ما حد بيختلف معي عن فائدة السبرسر الإضافات هذه. فأفضل كاتم اللي هو الأخير اللي اسمه مونولوثيك سبرسر، الكاتم هذا طبعا يحميك من أنك تكون في الرادار مجرد انك تطلق. اذا ما كنت حاط هذا الكاتم راح يشوفون الاعداء نقطة حمراء عن موقعك بالضبط، وراح تكشف نفسك للعدو. اغلبكم يعرف هذه النقطة اكيد بخصوص الميني ماب، ولكن الشيء الجميل في هذا الكاتم انه يضيف لك كم متر زيادة. يعني مثلا اذا كان واحد واقف على بعد 10 متر من موقعك الحالي وتحتاج مثلا 3 طلقات عشان تقتله، انت اذا مركب هذا الكاتم بتحتاج بس طلقتين عشان تقتله، فيضيف لك قوة في الرينج للسلاح هذا أو المدى، غير أنك ما راح تبين في الرادار راح يضيف لك قوة في الرينج تبع السلاح. طبعا كل إضافة لها مميزات ولها سلبيات، أو أغلب الإضافات بعض الإضافات لها مميزات فقط ما لها أي سلبيات. على العموم الكاتم هذا العيب حقه أنه إذا حطيته راح يقلل سرعة تصويبك، يعني يوم تجي تضغط الألون أو الكليك يمين بالتصويب بالماوس راح يكون التصويب أبطأ بأجزاء من الثانية، يعني ما راح يفرق معك شيء الكبير. أما بالنسبة للسلبية الثانية اللي هي الإيم ووكينج، هذه نفس الشيء وانت مصوب وتتحرك يمين يسار راح يكون الإيم مش ثابت عندك أو الرصاص متناثر بشكل كبير. وبرضه أرجع وعيد وأقول فيه إضافات ثانية، 4 إضافات عندنا يمدينا نعوض هذا الشيء. أما بالنسبة للإضافة الثانية اللي هي ستوك M16 جرينيدير، هذه الإضافة يا جماعة الخير لها 3 مميزات. أول شيء الدمج رينج مثل ما قلنا راح تضيفه، تذكرون الطلقتين اللي قلنا راح تخليها بدل 3 طلقات طلقتين على المسافة جدا بعيدة، هنا برضو راح يقلل الرصاص اللي تحتاجه على المسافات البعيدة، فالدمج راح يكون المسافات البعيدة والقريبة نفس الشيء كأنه قريب منك. الميزة الثانية اللي هي البوليت بوليستي اللي هي الطلقة توصل للمسافات البعيدة بسرعة، يعني مثلا إذا أنت واللي ضدك طلقته بنفس الوقت راح طلقاتك راح توصل له أسرع. الميزة الثالثة الريكول كنترول اللي هي ارتداد السلاح راح يكون عندك بشكل ثابت أكبر، ومعروف في أغلب الأسلحة أهم الإضافات أنك تتحكم بارتداد السلاح، تحط إضافة تساعدك على التحكم بارتداد السلاح بحيث أنه يكون بشكل عمودي أكثر أو ما يلف يمين يسار.
فأنتم من أول ميزتين، من أول إضافتين راح تلاحظون أن السلاح هذا أو الإضافات اللي حاطينها غالبا أن تبين الإنفور المسافات المتوسطة والبعيدة. فإذا كنت تلعب على مسافات قريبة يفضل أنك تستخدم سلاح ثاني، لأن الإنفور عادة ما يكون المسافات المتوسطة والبعيدة. نجي للإضافة الثالثة اللي هي رينجر فور جريب. الرينجر فور جريب مثل ما تشوفون إضافات كثيرة، 13 إضافة ممكنك تحطها. فدائما الواحد يسأل، أو يمكن عشان كذا أنت تتابع المقطع ما تدري وين أفضلهم. بالنسبة لي أنا أشوف أن الرينجر فور جريب أفضل واحد فيهم، بحيث أنه السلبيات اللي تشوفها أنت معلك منها، الأيم داون سايت سبيد اللي هي سرعة الأيم مثل ما قلنا كليك يمين أو الألوان، إذا حطيت إضافتين راح تحس بالسلبية هذه. أما إذا حطيت 5 إضافات مثلا حطيت لك السلبية هذه Aim Down Sight Speed كأنك حطيت إضافتين، فهمت علي؟ فأكثر من إضافتين ما راح تأثر عليك أبدا. يعني مثلا إذا كان حطيت إضافة واحدة سلبياتها أن Aim Down Speed تروح عليك، اعتبرناها مثلا سالب واحد، قوة السلاح هذه راح تتأخر مثلا جزء من الثانية. إذا حطيت إضافة ثانية تأخرك راح تكون سالب جزئين من الثانية، فهمت علي؟ إذا حطيت إضافة ثالثة خلاص أنت راح تثبت هناك، على يعني التأخير بيكون عندك على سالب جزئين من الثانية، فهمت علي؟ ف يعني إذا خربتها مرتين خربها إن شاء الله 5 مرات، ما تهمك الإضافات هذه إذا كانت سلبياتها موجودة الأيم داون سبيد. يا رب أنها وصلت الفكرة، أدري أن أحس أني خبصتكم بالكلام، بس المقصد أن إذا خربتها مرتين وحطيت الأيم داون سايت سبيد أو أي سلبية تشوفها حطيتها مرتين خلاص لا تفرق معك، تقول والله ما ودي أنقصها في الإضافات الثلاثة الباقية، خلاص ما يفارق معك. فهذه نقطة برضو مهمة دائما حطها في راسك، إذا خربتها مرتين فأي يعني إذا شفت في سلبيات السلاح أي شيء مكررة مرتين يمديك تكررها 3 مرات و4 مرات ما راح يأثر معك أكثر من مرتين. معلش عدت الكلام أكثر مرة بس أتمنى الفكرة وصلت. أما بالنسبة للإضافة الرابعة اللي هي 60 أو 60 راوند ماجز اللي هو يعطيك 60 طلقة في السلاح، فأنت دائما بما أنك راح تستخدم مسافات متوسطة أو بعيدة صدقني هذا الشيء راح يفيدك كثير، وراح تنسى شيء اسمه تعشيق، ميزة جدا مهمة في السلاح وتوفر عليك الريلود وبس. وآخر إضافة عندنا اللي هي روبرايزد جريب تيك. هذه الميزة يا جماعة الخير خلي الارتداد السلاح خلاص، خصوصا في سيرش اند دستروي مثلا تكون عندك آخر قتلة ويعيدون لك اللقطة، والله هناك تبين عندك ميزة الشيء هذا، الريكول يكون عندك صفر، يعني تشوف طلقاتك دائما رايحة في نفس المكان بالضبط اللي انت مصوب عليه. فمثل ما قلنا الإضافات دائما تكمل بعضها البعض، يعني واحدة تعطيك سلبيات والثانية تجي تكملها وتغطي السلبيات اللي اعطتك اياها الإضافة الأولى. اتمنى انكم تجربون هذه الإضافات، تاخذون فيها جيم جيمين وتحكمون بنفسكم، ولا تنسون اللايك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.